مرحبا بحضرتك وتحيات كابتن فوزي سكوتي وكابتن عمرو قمر. اهلا بيك سيادة اللواء فوزي وكابتن عمرو عمر، اهلا بيك. كابتن علاء اهلا بيك حبيبي، كابتن ارد علاء. لك معلش الماتش اللي فات. الحمد لله كابتن فوزي، الحمد الحمد لله على لله كل شيء. كابتن علاء. نادي الداخلية وضعه إلى حد كبير ما هوش خطر للغاية، مشهود لحضرتك ولفرقتك طبعا الاحترام، ودايما بنشيد بحضرتك وبأدائك، ولكن إلى حد ما فوجئنا بالاحتجاج الشديد الصراحة، خاصة من اللعيبة كانوا بيحاولوا يحتكوا بالحكم. لا، اللعيبه مفيش حد من اللعيبه احتك بالحكم خالص. هو الحكم بعد المباراه مفيش ولا لعيب راح ناحيه الحكم هناك الا احد اللاعبين، وكان من بعيد لان الحكم اتحمل عليه كردون من الامن. انما اعتقد اللي حصل في المباراه يعني يبقى شيء طبيعي ان يحصل احتجاج بعد المباراه ونرفزها، مش احنا بس، يعني جمهور او بعض اللي كانوا موجودين استاءوا جدا من قرارات الحكم، لان الكل حاسس ان انت خسرت مباراه مش ما كانتش كوره، يعني ما خسرتش كوره، نعم. لا خسرت بقرارات عكسيه، سواء في الهدف الاول اللي هو ضربه جزاء غير سريعه بالمره، سواء في الهدف الثاني اللي هو الحكم ادى 5 دقائق والهدف جه في الدقيقه 6 ونص من الوقت الضايع. يعني كانت المباراه انتهت بلدي ونص. طيب كابتن علاء، برضو في نقطة، حضرتك يعني مدرب عندك خبرة كبيرة جدا وكنت لاعب كبير، يعني بيحدث في كرة القدم ان ممكن الوقت الضايع بيمتد واللقاء كله ضربات ثابتة، وصراحة الكرة لمسة اليد احد اللعيبة اعترض على الحكم بشكل كبير جدا، لدرجة ان التركيز المدافعين هو اللي ادى ان الكرة تخش جون. يعني لو كان الاعتراض كان اقل كان من الممكن ان الضربة الثابتة ديت والفاول لمسة اليد تبقى عادية وينتهي اللقاء تعادل. لا، وممكن اللعيبه يعني برضه خرجت من شوارعها، كان المباراه قريبه منهم وكانوا حاسين ان هم ممكن يكسبوا، فدي برضه عملت نوع من التشنج شويه للعيبه، وخاصه ان هم شعروا ان الهدف التعادل بتاع المقاولين هدف مش صحيح، فبالتالي دي عملت نوع عندهم من الـ من من الـ الحماس الزايد. وفعلا احنا يمكن شوط ثاني بعد الهدف التعادل المقاولين يمكن احنا كنا محاصرين المقاولين في نص ملعبهم، ووصلنا لكذا كوره ولينا كوره او كورتين ممكن كان يتحسب منهم ضرب جزاء على الاقل، والحكم برضه ما كانش موجود خالص. فانما الكره الاخيره هو اللاعب حماسي امير عبيد، اللي الكره جت في وشه وبعدين جت في ايده والوقت خلص خلاص، فيعني طبيعي جدا اللي يتنرفز، مش لعيبه الداخليه بس، في لعيبه كتير جدا بتتنرفز. كابتن علاء حضرتك، انا بقول لك مدرب كبير، ما هو النقطه اللي هي المدافع لما بيطلع من تركيزه خاصه في الضربات الثابته، انت عارف اللعيب المصري في الضربات الثابته بتخش جول. ما هو ملهاش دعوه، يعني اللاعب اللي طلع من تركيزه يتنرفز ده كان واقف في حيطه، ما كانش موجود جوه. ما هو بيأثر على لعيبته برضه يا كابتن، ما انا بشوف حد من اللعيبه بيتأثر كده، بيتوتر وبيتنرفز زياده على اللزوم. لا لا، هو اللعيبه هو الكبار يعني بتقدر تمسك نفسها. هو نصيب واتلعبت واللاعب اخطا تقديرها ولمست دماغه وراحت فين. طب رايك يا كابتن في قرار لجنه المسابقات بالايقاف؟ لا، يعني انا يعني اعتقد ان مبالغ في القرارات جدا، احنا نتقبل اي قرارات، ارى انها مبالغ فيها جدا. اولا انا بالنسبه لي ما عملتش اي مشكله قبل كده، بالعكس كل كلامي كويس جدا. احنا خسرنا قبل كده 8 ماتشات ما طلعتش اتكلمت على التحكيم بالشكل ده، انما المباراه دي لا، تشعر ان فعلا كان الامور صعبه جدا وخرجتنا كلنا عن شعورها. القرار الثاني اللي صعب ان هو منع المنتمين للنادي الداخليه بالحضور للمباراه للمباريات اللي جايه. يعني ايه اللي حصل منهم عشان يتم منعهم؟ انا اسف، يعني في مباراه الاسيوطي والاتحاد السكندري في ملعب الاسيوطي الجمهورين تشابكوا مع بعض ونزلوا الملعب يعني هو ما حصلش اي اشتباك، فحضرتك الى حد ما مستغرب. نعم، ما حصلش اشتباك من مسؤولين الداخليه او من المنتمين لنادي الداخليه، فحضرتك مستغرب. بالظبط كده، يعني ما تجيبش قرارات كده كتيره مره واحده. يعني انت وقفت وغرمت نادي الداخليه ووقفت الاداري والمدلل وعامل غرفه ملابس وكمان منع المنتمين لنادي الداخليه ممكن يكون احدهم يا كابتن يكون حاول احتك بالحكم، وده ذكره في التقرير. لا معلش، انا يعني مع احترامي للتقرير، لا هو يعني ما في شواهد وفي مراقب مباراه وفي وحصل ابشع من كده من الجماهير ولم يتخذ اي قرارات. فانا شايف ان
قرارات مع احترامنا ليها طبعا انما مبالغ فيها اكثر من اللازم، واعتقد ان ممكن مجلس اداره النادي الداخليه تأدي التظلم في المواضيع دي يعني. باذن الله. كابتن كابتن علاء علاء بصراحه يعني كابتن فوزي بس سريعا عشان الوقت احنا ما كابتن عندناش علاء وقت معلش كتير. الماتش ده هارد لك، ويعني ان شاء الله انت بتعمل ماتشات كويسه جدا وبتجيب لعيبه كويسه جدا وبتعمل من الفسيخ شربات زي ما احنا بنقول مع النادي الداخليه، فمعلش يعني الماتش ده يعدي هو وخلاص صراحة كمان وخلص كابتن قدم اعتذار امبارح مع كابتن شوبير في احدى الحلقات يعني، لا لا وكلنا علاء بنشيد جميل، لا علاء جميل شخصية الصراحة جميلة والشخصية وشخصية الحلوة. لا انا 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 بقدم اعتذار كابتن فوزي، انا قدمت اعتذار للجماهير نعم يعني اللي هم شافوني وانا متنرفز او حالة نرفزة بعد المباراة على طول، والكل الاعلاميين الناس كلها، انما ده شيء طبيعي جدا ممكن يحصل من اي مباراة. واحنا بنشيد بهذا الاعتذار يا ما كابتن. عندكش جماهير يا علاء برضه، ما انت ما فيش جماهير. لا هو بيتكلم على جماهير جماهير الكرة كلها يا كابتن. اللي هم بيحترموا على عبد العال، بيقدروا على عبد العال، بينتموا للنادي الداخلية، ده كان اعتذار يعني. كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، بشكر حضرتك شكرا.